بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف الثالث متوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، وصلنا وياكم إلى قسم قطع وقصص الكتاب. طبعا هنا 20 درجة وزارية، أوكي، 20 درجة وزارية. قسم قطع وقصص الكتاب يأتيني نتعرف عليهم بداية، يأتني في السؤال الأول فرع سي أو فرع بي إذا كان السؤال يتكون من فرعين. هذه القطع، تمام. أما القصص يأتني في السؤال الرابع فرع أي، تعرف عليهم زين بالسؤال الأول فرع بي أو فرع سي، وبالسؤال الرابع فرع أي القصص، تمام. نجي ناخذ بداية، ناخذ قطع الكتاب. هذه بعض الأسئلة الوزارية عن سيارة البانثر. سيارة البانثر كل زين نعرفها. طلاب، قبل أن نبدأ أريد من عندك شغلة واحدة، إنه إحنا من راح نقرأ وراح نحدد الأشياء المهمة، اللي في اللون الأزرق هو دلالة، يعني تحفظ لي المهم بالسؤال، تحفظ لي اللي باللون الأزرق، والرقم اللي باللون الأحمر هذا هو الإجابة، مثلا هاي الإجابة، تمام. هسه عرفنا، نجي سؤال الأول يقول How many seats are there in the Panther 3.0D؟ كم عدد المقاعد في سيارة البانثر؟ 8 seats، 8 مقاعد. هاي الترجمة هنا. What is the name of car of the year؟ ما اسم سيارة هذا العام؟ The Panther 3.0D، تمام. فقط تكتب له هذا الجواب. لحظة، السؤال شوي بسيط. Does the Panther look very expensive or quite cheap؟ طبعا تختار quite cheap. اي شيء هو cheap بالنسبة للبانثر، تلقى كلمة cheap ومعناها رخيص، معاكس لكلمة expensive، تختار cheap، تمام. What are the safety features in the Panther؟ safety features هنا اللي هي مميزات السلامة. شنو هن مميزات السلامة؟ Airbags أهم كلمة بيها بالجواب، أهم كلمة أنه تكتب له Airbags، تحفظها ورقة وقلم. For the driver and passengers، تمام. What are the standard features in the Panther؟ ما هي standard features؟ هي تحفظها، المواصفات الموجودة بيها. شن هي مواصفاتها؟ GPS، CD player، tinted windows، ثلاثة. GPS، CD player، tinted windows. زين. The Panther warranty has warranty for 4 years. بيها ضمان، كلمة warranty ضمان معناها. كم سنة؟ 3, 4, 5, 4. جيد. There is loads of space inside the Panther 3.0D. There is loads of space inside the Panther. Loads of space يعني فضاء، يعني واسع السيارة. True or false على شكل صح وخطأ. True or false. True. زين. 8. Children are interested in the Panther 3.0D. الأطفال يهتمون في السيارة. وتكملة السؤال. True or false. True. Some young men are more interested in the engine. الشباب يهتمون في المحرك مالتها، محرك السيارة. True or false. True. زين. 10. Why is the Panther a real safe car? شفت شلون نحفظ فقط في اللون الأزرق. لماذا هي سيارة آمنة؟ Because it contains many safety features. لأنها تحتوي على المواصفات السلامة الكثيرة. Like the airbags. Like the airbags. كالوسادة الهوائية. أسئلة وزارية عن الزبون المحظوظ كريم. طبعا جدا مهمة أسئلة كريم، راح ناخذ المهمة بها. Why had Kareem been saving up money؟ saving up money، لماذا كريم يدخر الأموال؟ سواء تجيني على شكل فراغ أو تجيني على شكل سؤال. To buy النواب's new book، ليشتري كتاب النواب الجديد. How many times كريم، لاحظ هاد رأيد النواب سبومز، كم عدد المرات التي قرأ فيها كريم قصائد النواب؟ twice، سواء تجيني اختيارات أو تجيني على شكل سؤال.
How did Kareem find the Nawab's poems? لاحظ find the Nawab poems. يعني إذا وجدت هاي كلمة find أو found نفس هذه شوفها تكتب له اثنينات ذني very interested. شفتوا شلون بسيطة بس تلقى وي كريم إنه find أو found تكتب له very interesting. زين أيضا إذا لقيت مثلا found وياها boring بالصح والخطأ تكتب له false. شوف كريم هذا رايد النوابس بومز and found them very boring وجدهم جدا مملات. لا فولز تكتب له. تمام كريم هذا رايد النواب بومز once or twice قلنا سادة twice and found them very interesting or boring. لا سادة interesting جيد يا بطل. زين سؤال ثمانية يقول what was Kareem's dream. سادة وصلنا سؤال ثمانية شو بسيط هذه جدا بسيطة هي هاي الأسئلة في القطع بس أنتم تقرونها بالطريقة الصعبة. أوكي إحنا نقريك إياها بالطريقة السهلة الطريقة التواصلية الطريقة اللي المخططة الطريقة الرسمية. أوكي يلا نجي to be a famous poet. شنو حلم كريم مهم جدا وزاري اكتب عليه وزاري. كريم's dream to be a famous poet. خاف يعطيني كريم's dream ويعطيني غير كلمة طبعا poet هو معناه شاعر اي شيء دكتور غيرها تكتب له فولز. كريم's dream ايضا على كريم ما بها شاعر اذا خطا. تمام نجي هنا كريم was the lucky customer who won the big prize. كريم هو اللي ربح البيج برايز صح true or false true. what was there for customer number 50. ماذا كان لرقم 50 a big prize. لاحظ a big prize. تمام there is a big prize for customer فراغ. كان جائزة كبيرة للكاستومر يعني الزبون رقم فراغ number 50 وزارية اجت هاي بالفينوشتي. what was Kareem's big prize. ما هي جائزته الكبيرة شن هي دير بالكم عليها. to meet النواب ليلتقي بالشاعر الكبير النواب. جيد سؤال 15 16 17 جدا مهمات وزاريات كلهن سنويا يدر. Describe Kareem's character. أوصف شخصية كريم. Quiet هادئ hard working مجتهد أو مجد and imaginative وخيالي واسع الخيال. What was Kareem the first to buy the latest book. هل كان كريم هو الأول الذي اشترى الكتاب الأخير. No he wasn't. What is the name of the new book. جدا مهم. كريم wants to buy. ما اسم الكتاب الذي كريم أراد أن يشتريه. Islands of Salt جزر الملح. جدا بسيطات بالطريقة اللي يشوفها قدامك طلابنا. أسئلة وزارية طبعا عن لوسي. قبل أن نبدأ بلوسي لوسي هي طبعا شخصية أو هي الممثلة التي مثلت دور سمارة. احنا ما نعرف شيء عن لوسي. تمام How old is Lucy. فقط عمرها 16 years. انتهت الأمور بعد بينه وبين لوسي. Who is سمارة. سمارة من هي. She is a character in a TV comedy. هي كاركتر شخصية in TV comedy في برنامج كوميدي. زين What does Lucy play in a TV comedy. ماذا لعبت أو لعبت لوسي في البرنامج الكوميدي. يا دور لعبته. She plays Samara characters. تمام Who does Samara live with. مع من تعيش سمارة. لا مهم جدا هذا وزاري. She lives with her mother. أمها. Father and younger brother. وأخوها الصغير. أيضا عندنا هذا السؤال وزاري يقول where did the or where did they stay on a holiday. أين أقاموا في العطلة. In a fancy hotel with the swimming pool. In a fancy hotel with the swimming pool. دير بالكم عليها طلابنا. زين What is the name of the girl Lucy plays. ما اسم الفتاة التي لعبتها لوسي. متكرر طبعا نفس السؤال جاينا بالوزارة بطريقة ثانية. استاذ شنو معنى كلمة answer. خاف واحد من الطلاب يسأل شنو معنى كلمة answer. معناها أجب.
شو اسمها؟ اسمها سمارة. سمارز براذر، لحظة، سؤال جدا مهم اكتب عليه وزاري. سمارز براذر فيل ان ذا بول وذ اول هيز كلوز اون. اخو سمارة سقط في الحوض بملابسه كلها. ترو لو فولز؟ ترو. لاحظ هنا ايش راح تجيني؟ راح يقول لي اخو وابو لوسي. اذا قال لي اخو لوسي سقط في البول يعني الحوض، اقول له فولز لان مو اخو لوسي، هو اخو سمارة. تمام. لوسيز فادر ايضا قال لي فولز ان ذا، ايضا اقول له فولز. ليش؟ لان مو لوسيز فادر، هو سمارز براذر. لازم نميز بيناتهم. تمام. يقول ان ذا فيرست ابيسود، في المشهد الاول، ود سمارز براذر اكسيدنتلي بوت ان هيز مذرز تي. ماذا وضع اخو سمارة في شاي امه؟ هي بوت سولت. اهم كلمه سولت، فقط تكتب له هي بوت او هي بوت سولت. هي بوت يعني بالماضي. تمام. عندنا سؤال الهوايه او اسئله عن الهوايه، جدا مهمه الهوايه، ايضا من الاسئله اللي مرشحه سنويه. زين، الهوايه، what is a hobby؟ ما هي الهوايه؟ what is a hobby؟ a hobby is something you do in your spare time for enjoyment and relaxing. لاحظت؟ a hobby تعريفها مهم، دير بالك عليها. is something you do in your spare time. فقط اكتب لي هنا. زين، what can a hobby include؟ ماذا تتضمن الهواية؟ a hobby can include collecting things، جمع الأشياء. doing something creative، طبعا هنا doing something فعل شيء ما، creative اختراع، or playing sports أو لعب الرياضات. أيضا دير بالك عليها السؤال، what can a person acquire by participating؟ طبعا هنا يعني المهارة. participating in particular a hobby، في الهواية الضرورية. شن اللي راح يتعرف عليه؟ شن اللي راح يستفاده بممارسته؟ شن هي؟ a person can acquire substantial skill، مهارة ضرورية، and knowledge، ومعرفة. راح تصير عنده معرفة ومهارة ضرورية. أوكي. How can anyone enter competitions؟ competitions يعني تنافس، and compete، ويتنافس in Asian Games and Olympics، ويدخل في الألعاب الآسيوية. كيف واحد يدخل؟ هذا سؤال طبعا وزاري. شون يدخل؟ With enough practice، بالتدريب الكافي. فقط هذا الجواب فقط. نعم. زين، سؤال خمسة يقول How do many people find fishing؟ كيف الناس وجدوا صيد الأسماك؟ interesting and relaxing. فقط تكتب له interesting، كافية. تمام. Is blanket waving still popular؟ هل لا زالت حياكة البطانيات شائعة in many homes؟ سؤال وزاري، أعتقد 2019. أوكي، جواب مالته yes it is، بس يكون شرط من الشروط بادي بإز. تمام. What do weavers use to create beautiful patterns؟ ماذا يستخدم النساجون ليصنعوا نماذج جميلة؟ weavers معناها أو weavers معناهم نساجون. wool، felt، silk، or mohair، الصوف والشعر والحرير والمهير. تمام. do we need a lot of patience in a blanket weaving hobby؟ هل نحتاج إلى، أيضا سؤال وزاري، patience معناه صبر، هل نحتاج إلى صبر كثير لحياكة البطانيات؟ yes we do. شفت شلون أسئلتها سهلة؟ تمام. ناخذ أسئلة أسرع الكائنات حية. سنويا هذه أيضا مرشحة، أسئلة الصقور. تمام، جدا 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 مهمة، ما بيها مجال، لازم يجي. استاذ احنا خارجي، اي للخارجي. استاذ احنا صباحي، نعم للصباحي، مهمات. What is the fastest living things؟ ما هو اسرع الكائنات حية in the world، في العالم؟ فقط تكتب له falcons.
فقط تكتب له الصقور. تمام. How fast can Falcon dive؟ كم أو ما هي سرعة الهبوط الصقر؟ الصقر من يهبط إيش قد سرعته؟ Some Falcons can dive at 240 kph. بعض الصقور تهبط بسرعة 240 ميل بالساعة. Who are the Bedouin؟ من هم البدون أو البدوين؟ من هم؟ طبعا سؤال مهم وزاري، كل هاي الأسئلة وزارية، وتدور على المرشحات، تدور على المهمات، هاي الأسئلة مهمة ومرشحة وزارية. يلا. People from the desert of Arabia، أشخاص من الصحراء العربية، دير بالك عليهم يا هم البدون. زين. How did the Bedouin used to hunt؟ أيضا جاء 2021. كيف اعتاد البدو على الصيد؟ لاحظ هنا on camels، فقط تكتب له on camels. استاذ هاي لا، هي هاي نفسيتها، بس اتركها اكتب له on camels، وانا راح اتركها من هنا امسحها على مود نسحبها فقط هاي. تمام. فراغ is used to as transport in the marshes، فراغ يستخدم ايضا وزارة 2021 طلاب خارج القطر. فراغ يستخدم as transport in the marshes، شنو هو الذي يستخدم كوسيلة تنقل في الأهوار؟ شنو هو؟ مشحوف أو طرادة؟ لو المشحوف لو الطرادة. تمام. most فراغ house split from reeds. most فراغ طبعا هنا أنا most فراغ lived in arched houses built from reeds. بعض الفراغ أو غالبية الفراغ يعيشون في بيوت، أريدك تحفظها، في بيوت مقوسة مبنية من قصب السكر. يا هم marsh Arabs، marsh Arabs عرب الأهوار. marsh Arabs، لاحظ السؤال شلون جايني وزاري ثاني مرة. Marsh Arabs live in arched houses built from reeds. احفظ لي كلمة reeds، إذا تلقاها ترو خفي بدليها بكونكريت. لا، ما يعيشون ببيوت كونكريت، يعيشون ببيوت قصب. فراغ live in arched houses built from reeds، أيضا هذه مكررة. تمام. فإحنا إيش راح نطيها؟ نطيها أو in nature for reason، أشياء حدثت في الطبيعة لسبب. سؤال الأول، what dangerous was the pregnant deer surrounded by؟ ما هي المخاطر التي تحيط بالغزالة الحامل؟ انتبه، كلمة deer surrounded by هذه دلالة، وإحنا بنفس ما اتفقنا أنه لكل سؤال بدلالة نحفظها، نعتمد على هاي الدلالة ونجاوب على ضوها. الجواب مالتها it's trapped، علقت by the fire بالنيران. also a hunter، وكذلك شني a hunter with his bow، مع صياد يحاصرها بالقوس. استاذ بس قلت مثلا the fire and a hunter، صحيح. زين، which of the dangerous faced by the deer، هذا سؤال جاي وزاري، أي المخاطر التي واجهت الغزالة؟ Would you be most afraid؟ ممكن تخاف منعتها. A hunter and a hunger lion. قل له a hunger lion براحتك. زين. What happened to each of the dangerous faced by the deer؟ Happened to each of the dangerous، ماذا حدث للأشياء أو المخاطر؟ شنو صار لها؟ lightning البرق، suddenly فجأة strikes ضربة the hunter and the lion. جيد. فجأة البرق ضرب الصياد والأسد. how did the deer face the negative thoughts and dangerous؟ كيف واجهت الغزالة deer face the negative thoughts، الأفكار السلبية والمخاطر، شلون واجهتها؟ the deer stays quiet waiting. خلاص لهنا الجواب، بقيت هادئة. اوكي.
سؤال خمسة يقول the deer found a remote grass. طبعا a remote grass عشب صغير field in the forest to give birth, في الغابة لتولد. True or false? True. A remote grass صحيحة. To the right, مهم جدا وزاري. To the right, the deer spots. على اليمين الغزالة spots لمحت فراغ opportunity. طبعا هنا complete معناها اكمل. اكمل هذا الفراغ. شنو لمحت على اليمين؟ دير بالك على اليمين شنو كان؟ كان هنجر لاين استاذ. وعلى اليسار كان الهانتر الصياد. دير بالك عليه هذه وزاريات. سؤال سبعة يقول what did the deer focus on. فكلمة focus on بمعنى على ماذا ركزت. when the labor pains begin, عندما ألم الولادة بدأ. the deer focused on giving birth new life. on بس من الجواب. on giving birth new life, لتعطي مولودها حياة جديدة. the deer focus on giving birth new life. جاينا نفس السؤال على شكل true falls. true or false? true. جدا مهمة هاي تجين بسؤال الرابع. هاي لازم يجي منعتها سنويا. could the pregnant deer, هل الغزالة الحامل give birth to her newfound, هل أعطت مولودها حياة صغيرة؟ yes it could. نعم إنها كذلك. at last the deer give birth to frog. في النهاية الغزالة give birth to frog, أعطت شني birth a new life, يعني ولدت. What was the pregnant deer surrounded by? ماذا أحاطت؟ نفس الجواب. It was surrounded by danger. كانت محاطة بالمخاطر. The pregnant deer was surrounded by danger. يجيني صح وخطأ. جاي وزاري صح وخطأ. Surrounded by danger معناها يعني حاصرت بالمخاطر. True or false? True. The priority of the deer was to give. يعني الفكرة مالتها أو طبعا الطموح مالتها أنه was to give birth to her fawn. True or false? True. How did the deer face negative thoughts and dangerous? نفس السؤال جانا مكرر. She focuses on giving birth her new fawn. زين. هذا سؤال 15 كتب عليه وزاري جدا مهم جاي بالسنين السابقة. واي جاي بالسنين السابقة طلابنا الأعزاء. The deer was boxed. الغزالة كانت محاصرة in by her فراغ. يعني شو نقول علقت. Labor pains بألم الولادة أو natural predators كانت على القبيمة. natural predators حياتها الوحشية أو حياتها تجي هنا يعني المرعبة المخيفة للديترز جارحة. زين نجي للسؤال أو القطعة الثانية. صحيفة الصباح جدا مهمة أيضا طلابنا. What did the meeting focus on? صحيفة الصباح مهمة. على ماذا ركز اللقاء؟ To discuss educational development programs between countries. لمناقشة برنامج التطور التربوي بين البلدان. سؤال اثنين يقول What was the minister's suggestion? كلمة minister's suggestion هذا ماذا كان عمل أو كان اقتراح الوزير؟ طبعا الاقتراح شنو كان مالته؟ Opening English schools in Iraq, فتح مدارس أو افتتاح مدارس إنجليزية في العراق. Who welcomed, طبعا احنا قلنا الدلائل في اللون الأزرق. Who welcomed the Iraqi minister at the airport? من الذي رحب بالوزير العراقي؟ British minister of education, وزير التعليم البريطاني. What did the sports minister open in Basra? ماذا فتح وزير الرياضة في البصرة؟ دير بالكم عليها لأن خذنا الخليج العربي يعني فدير بالكم عليها. A new sports city in Basra. A new sports city in Basra. Zip. Where did the Iraqi minister of education arrive?
أين وصل وزير التعليم العراقي؟ He arrived in London. He arrived in London. G. What did the sport minister open in Basra? ماذا فتح الوزير في البصرة؟ A sport city. A sport city. جايتني هناك أيضا نفسيتها. The sport city talk 1-2-3. Sport city talk أخذت يعني بناءها years to build لبناءها. شقد أخذت 1-2-3 years. طبعا 3 سنوات. How long نفس السؤال. How long is sport city take؟ كم الفترة التي استغرقت؟ 3 years. جيد. The sports minister opened a new sports city in Baghdad. جاينا على شكل صح وخطأ لكن بندل مكان بس نخلي لبغداد. دير بالك عليه. أسئلة طلابنا الأعزاء. True or false؟ False. Okay. عندنا القطعة الثانية. الدرس الأقوى لكل شخص أو القصة الثانية. زين. A powerful lesson for everyone. What was the special offer of Al Sabah newspaper? ماذا كان العرض الخاص في جريدة الصباح؟ اقراهن مرة واحدة كلهن ذن الأسئلات على ما تفتهم شنو القصة. شنو العرض مالتها كان طلابنا الأعزاء؟ كان two students can work as reporters on the paper. طالبين بإمكانهم العمل كصحفيين. أوكي. Who was the lucky boy؟ عندنا 2 lucky boy. كريم وسلام أحمد. لكن هذا هسه راح أعلمك شلون راح تعرفه هذا عن ذاك. How old was he؟ كم كان عمره هذا؟ قال لك العمر مالته فهذا نعرف عمره. أما كريم لا ما نعرف عمره. إذا تقول له هنا من خلال How old was he؟ تقول له سلام أحمد was the lucky boy. He was 15 years old. كان عمره 15. سؤال 3 يقول What did the editor say to the reporters؟ ماذا قال المحررين؟ A big new restaurant مطعم كبير is opening in Baghdad next Tuesday. الثلاثاء القادم يفتتح في بغداد الثلاثاء القادم. سؤال 4 يقول What was the special thing؟ ما هو الشيء الخاص attract سلام's attention الذي جذب انتباه سلام؟ شنو هو؟ انتبه هذا سؤال وزاري. A young boy was taking his old father. ولد صغير كان يأخذ والده. Who was in a wheelchair to the restaurant. الذي كان مقعد على كرسي المقعدين إلى داخل المطعم. ترى wheelchair توصيلات. دلوقت عليها. سؤال 5 يقول What did سلام take with him؟ وزاري مهم جدا. هذا متكرر السؤال أكثر من 4-5 مرات. ماذا أخذ سلام أحمد وياه؟ A notebook and camera. A notebook دفتر ملاحظات وكاميرا. On Tuesday سلام أحمد took his فراغ. Take أو talk with سلام أحمد مع سلام أحمد دير بالك عليهن بينات notebook and camera. الصباح newspaper makes a special offer أو offer to two young students from local schools. جريدة الصباح يقول عملت عرض لشباب أو لشابين أو لطالبين from local schools من المدارس المحلية. True or false؟ True. انتبه على هالسؤال أيضا مهم وزاري. Who was the lucky boy last summer؟ last summer أيضا تدل على نهاية طبعا الصيف الأخير. من هو الشاب المحظوظ في الصيف الأخير؟ سلام أحمد. دير بالك عليه. عرفنا شلون نتعرف عليه لأن عندنا 2 قلنا. سؤال 9 يقول What does سلام أحمد want to be؟ ماذا سلام أحمد يريد أن يكون؟ عندنا هنا كريم يريد يصير شاعر. هنا نشير يريد يصير a reporter. A reporter شنو معناه؟ معناه صحفي. زين. سؤال 10 يقول Did the customers watch the old man with love and respect؟ هل الزبون أو الزبان موجودة كانت في المطعم نظروا إلى الرجل بحب واحترام؟ الجواب مالتها No they did not أو No they didn't. The son looked at his father with love and respect. إذا استبدلت كلمة customers ب son فهي true صحيح.
اما اذا كاستمرز لا لم ينظروا الى الرجل الكبير بحب واحترام. Love and respect. دير بالكم. انتبه نفس السؤال. وزاري. The son looked at his father with disgust. Disgust بريبة. يعني نظر له بريبة. يعني ما يحبه. True or false? False. لا هو يحبه. لأن أبوه. سؤال 13. What did the son buy his father? ماذا الولد اشترى لأبوه؟ Some food. بعض الطعام. شوف جوابهم كلش بسيط. سؤال 14 مهم وزاري. Why would the boy's father dropping food? لماذا أسقط الطعام dropping food؟ جوابها شوفك مباشرة تقدر تأخذها. Because he was old and weak. لأنه كان كبير وضعيف. Because he was old and weak. سؤال 15 يقول Because the father was very old and weak, he dropping food on his shirt and trousers. دير بالكم خافي يستبدل لكم هاي الصفات old weak خافي يستبدلها ترى مو كله true. دير بالكم إذا استبدل هاي الصفات بمثلا strong قوي خطأ false. زين سلام first report was about a touching story of a boy and his father. أول قصة لسلام هي حول الولد وأبيه true or false true. أيضا يلا نأخذ القطعة اللي بعدها. مدارس المستقبل. Where did young people who are interested in science or music be able to study? أين سوف يدرس الشباب الذين يهتمون بالعلوم والموسيقى؟ At the special building في بنايات خاصة. What is the importance of global education? ما هي أهمية التعليم عبر الإنترنت؟ Global عبر الإنترنت. To make the students connect with others all over the world. To make the students connect. ليجعل الطلاب يتواصلوا مع بعضهم. In the super school there will be فراغ 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 فراغ. في المدارس ما يجن اربع فراغات يجن فراغين. في المدارس طبعا المتقدمة سوف يكون هنالك a science park طبعا حديقة للعلوم a museum متحف sport facilities منشآت رياضية وماسك ومعناه جامع. أربعة. How will the teaching and learning take place in the future? كيف سيأخذ أو سوف يكون التعليم في المستقبل نفس هسه؟ زين نفس حاليا هسه. It will be over computers. سوف تكون عبر الكمبيوترات. Which are connected with the internet الذي يعني متصلة بالإنترنت. سؤال خمسة مكرر نفسيته هو سؤال ثلاثة. سؤال ستة يقول How will the students communicate? كيف سوف يتواصل الطلاب and discuss with other students ويتناقشون مع الطلاب الثانية شون on the internet عبر الانترنت. طبعا وصلنا وياكم طلابنا الأعزاء إلى famous carrier. A famous carrier. اهتم طلابنا بهذه الأسئلة وبهذه القطع. What was ابن الهيثم called? ماذا كان يسمى ابن الهيثم؟ مهم وزاري. The physicist and البصري. عالم الفيزياء والبصري. What did the caliph in Egypt needed ابن الهيثم to do? ماذا الخليفة المصري احتاج ابن الهيثم to do أن يفعل؟ He needed him to regulate the floating of the river Nile. احتاج أن ينظم الفيضان في نهر النيل. سؤال ثلاثة يقول What was ابن الهيثم ابن الهيثم's contributions أو contribution مساهماته أو إسهاماته during his stay in Spain. ما هي إسهاماته عندما كان في أسبانيا؟ شن هي؟ Fields of mathematics أو mathematics حقول الرياضيات physics فيزياء medicine طب scientific methods and optics و علم البصريات. لاحظت كثير من الإسهامات لابن الهيثم جدا مهمة. احنا لو يروح لإسبانيا جدا الله يعلم شي سي. What was ابن الهيثم known of؟ بماذا عرف ابن الهيثم؟ known of دلائل هاي باللون الأزرق. Father of optics أو البصريات. سؤال خمسة يقول Where and when was ابن الهيثم born؟ أين ومتى ولد ابن الهيثم؟ إن بصرة مهم إن 1965 When did ابن الهيثم die متى توفي ابن الهيثم إن
سؤال 7 هنا أنا. What was ابن الهيثم's famous book called؟ ما اسم كتاب ابن الهيثم المشهور؟ كتاب المناظر، Book of Obotics. وصلنا إلى two African countries، بلدين أفريقيين. سؤال الأول يقول ليبيا is mostly desert. اللي يدخل جديد ويشوف هذه باللون الأزرق، فهاي دلالة. هنا يقول لك ليبيا على الأغلب صحراء. True or false؟ True. 2. It is always very hot there in Libya. إنها دائما حارة في ليبيا. الجو حار. صح. False. There is no agriculture in Libya. لا توجد زراعة في ليبيا. True or false؟ False. توجد. Sudan has a coastline on the Mediterranean Sea. False. يقول السودان لها ساحل على البحر الأبيض. صح لو خطأ. False. زين. Sudan produces cotton, sugar and gum arabic. دير بالك على هذن خافي جنك فراغات طلابنا الأعزاء. شنو إنتاج السودان؟ شنو تنتج السودان؟ cotton القطن، sugar طبعا السكر، and gum arabic والصمغ العربي. True or false؟ True. The capital of Sudan، دير بالك عليها احفظها، Khartoum. True or false؟ True. Tripoli طبعا is the capital of Sudan, Egypt, Libya. طبعا Tripoli هي ليبيا، هي عاصمة ليبيا. How long did it take to build the Tigris؟ كم الفترة التي استغرقت لبناء دجلة؟ 2 months، شهرين. زين. سؤال 9 يقول Where is the professor Herdal from؟ هو هيردال اللي بنى دجلة. منين؟ شنو جنسيته؟ نوروي، نرويجي. هذا السؤال طبعا هاي القطعة جدا بسيطة وسهلة وغالبيتها تجي صح وخطأ أو فراغات. نجي للألعاب الآسيوية. الألعاب الآسيوية أيضا مهمة. When did the Asian Games begin؟ متى بدأت الألعاب الآسيوية؟ In 1951، عام 1951. أحفظ هذا الرقم. How often are the Asian Games held؟ كم مرة أقيمت الألعاب الآسيوية؟ 10 times، 10 مرات. Where were the first Asian Games held؟ أين أول ألعاب آسيوية قيمت؟ إن أندية، طبعا هذا وزاري مهم 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 متكرر هواي. إن أندية كابيتال نيو دلهي، في عاصمة الهند نيو دلهي. زين. How often do the Asian Games take place؟ كل كم مرة تقام؟ يعني إيش قد فترة وتقام الألعاب الآسيوية؟ Every 4 years. هاي قول تريقولون لعبتكم أنتم تعرفونها، إنه 4 سنوات، كل 4 سنوات تقيم. Whose idea؟ مهم جدا. Whose idea was it to hold the games؟ كانت لمن الفكرة هاي؟ It was from India. كانت من الهند. سؤال 6. Where and when were the latest games held؟ أين ومتى أقيمت آخر ألعاب آسيوية؟ South Korea، في كوريا الجنوبية، in 2014، عام 2014. سؤال هذا أيضا جاوب زاري. Has Iraq، شوف شلون جاوب سهل هذا. Has Iraq won any medals in the games؟ هل العراق ربح أي ميداليات في الألعاب؟ Yes, Iraq has won many medals. العراق ربح عدة ميداليات. والقطعة الأخيرة. سؤال الأول يقول Who agreed to visit the old university professor؟ من الذي وافق agreed to visit the old university professor؟ بروفيسور الجامعة الكبير. A group of alumni from different alumni، طبعا خريجين، احفظها، from different Iraqi provinces، من مختلف provinces محافظات. جيد.
هو از ذا بروفيسور، من هو البروفيسور؟ سؤال وزاري. هي از ان انديان ليفز ان هيدرال او هيدرا اباد. زين، وير ار ذا الومني او الومناي فروم، من اين الخريجين؟ سؤال وزاري متكرر 2019 2020. تو فروم المثنى، اثنين من المثنى. تو فروم ديالا، اثنين من ديالا. ون فروم تكريت، واحد من تكريت. اند ون فروم ذيقار، واحد من ذيقار. هذا السؤال سؤال أربعة، جاء ايضا وزاري. هاو ديد ذا الومناي ريتش ذا بروفيسورز هاوس؟ يقول كيف، لاحظ ريتش معناها وصلوا، شلون وصلوا للبيت؟ باي ريكشو، مرات تجين على شكل اختيارات باي كار او ريكشو، طبعا بواسطة ريكشو عن طريق العربة. When the professor went to the kitchen، ايضا سؤال وزاري، عندما البروفيسور ذهب الى المطبخ. What did he return with، بماذا عاد؟ شنو جابوا يا؟ لاحظ a large pot of coffee، طبعا هنا قدح كبير. And an assortment of cups، ومجموعة متنوعة من الكؤوس. زين، السؤال يقول ليش جابهم؟ Why did the professor bring different cups for the coffee؟ لاحظ هنا جدا مهم. To show that in their life the alumni choose the best، ليبين لهم في حياتهم ان على الخريجين ان يختاروا الافضل. Missing the important points about life. Okay. لهنا طلابنا الأعزاء انتهت بالنسبة سلسلة قصص وقطع الكتاب. أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال المعلومة لكم ولو شيء قليل. طلابنا الأعزاء لا تنسون الدعاء لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح ولجميع المرضى، ولا تنسونا دعاءكم طلابنا، ما مرجو من عندكم فقط الدعاء، أما ما نطلب من عندك لا لايك ولا تعليق ولا أي شيء من هذا المقابل، فقط اللي فرحنا هو نجاحك. من تنجح إن شاء الله تجي تبلغنا أنه أنت نجحت وكنا سبب في نجاحك، وتكون هاي أجمل بصمة بالحياة. يلا طلبنا، لهنا انتهت محاضرتنا، أتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله.